شركة عرب جروب، معدات مزارع الدواجن، رياشة تنظيف الدواجن. طبعا الرياشة بتنظف الدجاج، بتنظف البط، بتنظف الرومي. دي نوع اسمه هدوس، طبعا ده نوع محمل. زي ما احنا شايفين دي رياشة محملة عليها موتور واحد حصان، ملفات نحاس. ده الموتور، دي الرياشة المربع، نفس السيستم عليها موتور واحد حصان، نفس الموتور السابق بس طبعا الموتور من تحت. دي بعجل شركة عرب جروب، معدات مزارع الدواجن.